بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، رمز لاسمه بمحمد، يقول: لو تحدثتم عن فضل التبكير للجمعة، وإذا تعمد من تجب عليه الجمعة المجيء للمسجد بعد الخطبة وأثناء الصلاة، هل تكون صلاته باطلة؟ تبكير للجمعة هذا سنة مؤكدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وانتظر ولم يتكلم في الخطبة كتب الله له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام من الأجر. هذه الآداب، فيبكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. تفاوت في الحضور للجمعة، كل ما بكر الإنسان فهو أفضل، فهو أفضل، فالإنسان يبادر بهذا. وأما إذا تأخر وأدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، إذا جاء قبل أن يرفع الإمام رأسه للركوع الركعة الأخيرة وركع معه فقد أدرك الجمعة، لكن فاتته الأجور الأخرى، فاته أجور كثيرة لكنه أدى الفرض. نعم.